بسم الله الرحمن الرحيم ما انت او اسنين عشان لو عاتنك بيش سبتمبر سنه كلابكم لو عاتني سدح حرمت المحكمه ده قبل كبنا ادري مقاله مقدشو وحا اسغهر يمين عداله دي يا ظلمي وحا اسغهر يمين او ساك اسكو اركاي دكي دفاع اي دوله نمدا يكوي دولان كو اها دوله نمدا ساكيتو وحا لا كيناي كيسكا حقيها ورفافينتا هي حقوق هذا SJS وريه محمد إبراهيم بلبل سيدا الله سعطان بلبل وحاصفو أفضوبة لغو قبطي تدبيه تبنكي أغسط لبوكن لباتن يسدح تن إبركا وحي كردن بيينا وحالوغو هايي قوبك لدون وإكمي ديهين سالليقا بوليسك دقمد حمر ججب إيو حرمت CID دا إيه دقمد حمر ججب شالي أياي حفيزك حين لالبتو كينين ورقات ايدين اه او اي كنت هالو الى تدبا قدو او ميد كميدة لبجير لسوء علي او لبجير لسوء علي ورقات داسي او محكمة دا قبل قبنادر سوء قارتي ايدها كويا لا واكوة كو حسن حيرك عقابتا وحان او قوين قران دوميس ايو قدبا نوع اسلامي دا ورقد داسي وحكه الرئي ورقد كله هو محكمة قبل كبنات دير كتمت أو مدين دعوة عقاب لغو شاقي أو لغو حسي سد حقف أو بلبل أو كمي ديهاي مرة بينا نقل الله بضو قفوضة كالوحي يهيب لكن وحكا هلينا كيس كبلبل بضو بضا لغو سوي ديه وحكمي دا قضب كلاواب بقل تبنيشن حيرك عقابتا قضب كلاواب بقل تبنيسقال حيرك عقابتا قضب سد حبق اللواتيني تدوه حيرك عقابتا قضب كلاواب سد حبق اللواتيني سديد حيرك عقابتا قضبك لو بقوليشن حيرك عقابته قضبك شن بقول تواني أفر حيرك عقابته إيه قضبك تدوات يكو حيرك عقابته وحاسيد مدن ساكي تمركي محكمة دلتجي إن قرر ندو أي كينين إسهرتا كسابسن إذا مهس ما دام عن قانونك إيه شروع ده وافق سنين تاسو محكمة قبل كبنادر قرصورها سيجارة قرصورها وكوكن عي أقبلينا إسهرتا قاسي sababaha isurtaaga sida qareenadu muujiyeen dhageysiga maanta waxay ahayd in habka eedda loo keenay aanay waafaqsanayn sharciga oo ay ugu horeysa ama sababta ugu horeysa waxay tahay in bulbul lala soo eedeeyay laba qof oo kale oo aanu aqoonin shaqana ku lahayn sida warqadda ku qoran xafiiska xeeralintu ay keeneen qodobka 514 oo ay ku soo eedeeyeen bulbul laba jeer ayay soo celceliyeen arintaas oo runtii la yaab noqotay in xeer ilaalintii dalka Soomaaliya ay sidaas wax u qorayso oo xitaa ay kala garaneen in qodobada ay qorayaan iyo waxa qofkay ku eedeenayaan waa xusid mudan in qodobka 71 xeerka ciqaabta oo ay ku soo direen eeda oo sheegay dambi dad badan wada galeen oo marka laakiin xeerka ciqaabta qofka fiiriyo la sii jijibiyo uu yeelanayo faqrooyin kala duwan ee cadeyn kari waayeen saakeyto faqradaha uu ka kooban yahay 71 keebaa ku eedeynaysaan bulbul way cadeyn waayeen ilaahay idinku ku dhaariyey xeeralinta soomaaliya ee maanta dalka joogta ee la rabo inay dad eedeyso qodobka 71 ee xeerka ciqaabta faqradaha uu ka kooban yahay xitaa ma yaqaanaan waxyaabaha la yaabka saakey maxkamadda ku noqday keenayna إن قرصوري محكمة الجوغي أو أخبره إسورتاكي قرينة ضعي كينين محكمة دو حي مركة بو أميسي إلا كالقاعدو إذا يمه بلبل أو سحفي لو جيدينا إيو إذا يمه لو جيدينا يددك كالي إيو ورقد داني كو حسن إيو مغعي لها كان كو حسن يهين أو لو قفوتا محكمة دو حي كالو شاكتي فرقي إن كيسك بلبل aanu ahayn ciqaab aanu ahayn dambi ee uu yahay arrin la xiriirta saxaafadda sidaa darteed lala aado xeerka warbaahinta lala aado arrintaas ayay maxkamaddu markaas saakeytana go'aamisay maxkamaddu waxay kaloo sheegtay in dib ay kasoo sheegi doonto waqtiga la geli doono dhageysiga kan ku xiga ee kiiska wariye maxamed ibraahim bulbul sida la socotaan kiiska wariye maxamed ibraahim bulbul waxa uu ka bilaawday haddana warqadaani ku cad warqada xeeralintu ay soo qortay ku cad
إني لبنك يهين أو أجدال كتاعي يهين تليها بوليس كا سلوب فرن إيو وزير كحيلين كورفا فنتا عبد الرحمن عدالة أو أدوك تهين تعدية دي إيو دول ميجي أو خري أو جيس تيشغالها وزارة كورفا فنتا أو قار بغن حقوق دو دو أي مقن تحاي قار بغن السيفة شرعي درها شقادو دي اللوغة عيري إيو هب بيلي أما هب كالي لو بيك سنعي أو أدوك تهين وزير كحيلين كورفا فنتا دول ميجي أو كوهايو وزير كيسي أو شقادي وزارة ده أو كعو نقبتيه هنددات نقوهاي أو أد أبتهين وحي هنددات إيو عبا جوغلين أو كسمي أرق سحفين تأس جي إس إيو آنيغا أو عبدالله مومن أه إيو ماشي آن إسلا جارني مركا تاس أغوما هايسو والول إيو ديباطة بطر أغوما هايسو لكن دادكا كالة سيدا حيرالين تا أما الكيس كالغوسو جيدا يو تليها بوليسكا أيه تا إني أكسونا دان أو أي غروسا دان نوع الدعوة ده إيو ماشي أي كودا ما كرتو وحان ربا إنان كدقو عدادس كاللغو هايو أو حد باللاوضي غرصورها محكمة ده زكرية أورون دي ساكن موجيه مكي كيس كلا ديجيسنا ملح بناني حد عدادس كاللغو بلاوضي أيان كدقينا وحان شيقي إنا أونلاين نحي وإن لو دايا غرصوريا شغل يرد أيار ير أي غوستي إنا إيو سيما ده بنا وحكو فيريا وإن لغد دايا عدادس كاللغو هايو وهدي للربو إن وحيرك أه إلا طوب طوبي إيه مقدشي يالا أي سي ثاني أه أشقيان هدي الله ربواي صحافة دو الدنب معها صحافي كستور بحين شيئا أو أمالا دليلو أمالا دبسادو مبنغنا حرك مبنغنا سيادر تيد خالت أي أهيد مركو غو رسي الله أفضوبو disappearance أو مغناشي ألغو سميو كدبنا لقليو وحلي نهدو حرك شفا شرع الدراء لقليو وريه محمد إبراهيم بلبل يوضو شرع الدراء أهيد هذه دتك سيدا سمي اي اوغان لهاين اما اي غران لهاين شروع للدلك او دكسن اما شو قوانين تكلو عالمي غارمان كيال وحان املاينا اني سن سمين لهين وحان كدقينا كوحاد قدبك شرعيقا اي قولادا حيرالين تو اي سمينيش وحان كدقينا كنتو مشادا نظام كدوليقا اي كنتو من ايان قولادا وزارة ورفافينتا دلكا وحيو باهين بدبادو اي ان دول مقلالا دقالو وحان اقوه الرين كرتا ان وحلقا بدلو دتك كنتو من اي حفيزك حيرالين تي ee sida ay wax ku qoraayaan ay sidaas tahay ilaahan ku dhaartay ilmeheega afar jirka afar iskoolka afar ta afar klaska afar dhigta number 4 dhigta xitaa saas wax uma qoraan dadka noocaas ah ma mudna inay xafiis xiraalinka shaqeeyaan dadka noocaas ah ee leeyahay wasaaradda warfaafin warxad ka soo baxday wasiir ku xeyn ku qoray ma mudna inay wasaaradda warfaafin ka sii shaqeeyaan waxa mar walba aad fukeed gareynaa oo u doodna cadaaladda waxaan rabnaa in dulmiga dhamaado in dulmigu dhamaado qaybta ugu horeysana waxay tahay in lala dagaalamo oo la diido oo laga horimaado dadka dulmiga sameeynaa noocay doonan ha aadan midabkay doonan hal hadan lahjaday doonan ha ku hadlaan meeshay doonan ha joogaan waa in si wada jira loola dagaalama oo dadka ay dulmiga ku hayaan lagu xoreeyaa waxaan ku soo gabagabeynayaa dacwada bulbul waa dacwad la xiriirta saxaafad sida garsooraha maxkamadda saaka uu sheegayna waxay aadi doontaa xeerka warbaahinta xeeraalinta waa inay joojiyaan dacwadda ay hadda ku bilaabeen saacaddan ay idinla hadlayeen garsoorihii maxkamadda jooga ay ku bilaabeen oo ay doonayaan inay isku dayaan inay kiiska ka wareejiyaan oo qof kale u wareejiyaan waxaana xusid mudan in sidoo kale aan ognahay in qareenadeenna oo kiiska ka shaqeynaya lagu hayo handadaad iyo cadaadis lagu hayo taasina waa inay joogsataa haddii la rabo in kiisku uu noqdo kiis ummadda dhan ay dhageysato sidoo kalena waxaan soo jeedinaynaa in loo ogolaado saxaafadda goobjoog ka noqoto la duubo oo dadku ay publicly ula socdaan waxa meesha ka socda wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu